وأوفر الامتنان لسيادة الرئيس. أدعو الآن سعادة الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار التي هي نفسها كما قال سعادة المستشار من ثمار الثمار النبيلة لحوارنا الوطني. أدعوه ليلقي كلمته، لكنني أحب أن أسألك أولا يا دكتور باسل عن حال السياسة في الحوار، وهل تنصت الحكومة، هل تنصت الدولة للأصوات المعارضة؟ هل تتعامل معها بجدية؟ تفضل. يعني بالتأكيد ردي على السؤال حالة مبشرة جدا وانفتاحة سياسية وانفتاح للمجال العام، ويعني إطلاق الحوار الوطني. الحقيقة أنا كنت بعيد عن السياسة حوالي 7-8 سنين بإطلاق السيد الرئيس إشارة البدء في الحوار الوطني، أنا رجعت للسياسة وبقت فيه كمان كتلة الحوار. اسمح لي سيادة الرئيس أن أوضح في كلمتي ما هي كتلة الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم. أتشرف بأن أقف أمام سيادتكم الآن ممثلا لكتلة الحوار، ذلك الكيان السياسي الذي ولد من رحم الحوار، مساحات مشتركة أسس لها الحوار فأنبتت كتلتنا. كتحالف سياسي ليبرالي الهوى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، تألف تحالفنا من قامات برزت في الحوار وجلساته وعلى ضفافه أيضا، فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين من أبناء شعبنا العظيم. ما جمعهم أنهم يدركون صعوبة الواقع وتحدياته، ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته. تحالف يؤمن بالفكر وقادته، ويقدس آمال رجل الشارع البسيط. تحالف يؤسس لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد. فنحن معارضة موضوعية لا تسعى أبداً لتسجيل النقاط، ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب، وأن نتفق الآن وليس غدا على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف. فنحن كتلة سياسية تتعاون لعلاج القضايا والتحديات بدلا من إلقاء التهم والشقاق. ننطلق من شرعية الدستور، ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا. سيادة الرئيس ما يفوتنيش أبداً إن حي حضرتك على إنقاذ مصر في 30 يونيو من حكم فاشي تستر بالدين. نحن أبناء التراكم الوطني نؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي. نقف في مساحة بين الترصد المغرض غير الموضوعي وبين التهليل المستمر. سيادة الرئيس والحضور الكريم، نحن جيل سياسي يدرك كل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، فمنذ عقد مضى ومصر تعاني من أحداث وظروف استثنائية، ثورة 25 يناير و30 يونيو وما ارتبط بهم من استنزاف لطاقات الاقتصاد، إرهاب منظم دفعنا ثمنه من أرواح شهدائنا الأبرار من الجيش والشرطة، وباء كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، أزمات دول الجوار، ليبيا والسودان وسوريا وتداعياتها على الأمن القومي المصري، حتمية الإصلاح الاقتصادي والذي تأخر منذ عام 1977 وتم إنجازه بكل جسارة وشجاعة في عهد سيادتكم وغيرهم من التحديات الكثير. كانت هذه هي المحن، ولأن من رحم كل محنة تولد ألف منحة، فقد انغمست الإدارة في ثورة التعمير الشاملة وبنيت الدولة من جديد في جهد طموح وعمل دؤوب وشجاع لا ينكره إلا جاحد. وبالتوازي تطور سياسي ملحوظ طوال العامين المنصرمين، فعلى سبيل المثال رفع تطبيق حالة الطوارئ، تشكيل لجنة العفو الرئاسي وخروج أكثر من 1400 سجين رأي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
إصدار وثيقة ملكية الدولة، بدء جلسات الحوار الوطني وغيرهم من الإيجابيات. هذا التطور السياسي لا ننكره أيضا، ولكننا ننتظر المزيد والمزيد. فالحرية السياسية وفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات حق أساسي سيادة الرئيس. قانون مباشرة الحقوق السياسية يكرس للتعددية السياسية والحزبية، ويكرس لحرية الاختيار ونزاهة الانتخابات. قانون أحزاب يتيح إصدارها وتكوينها، كما يراقب أيضا لوائحها الداخلية ويدعم نموها وانتشارها. قانون انتخابات المحليات وعقد الانتخابات المحلية في أقرب وقت. السماح للمجتمع المدني للعمل بلا قيود، فليس لدينا ما نخفيه. نريد إطلاق تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد والانسحاب للخلف لصالح القطاع الخاص، والتخلص من تركة العهد الاشتراكي التي أثقلت البلد. نريد أن ننطلق لاقتصاد السوق الحر بدون مواربة، فلقد ولى عهد القطاع العام، وذلك بالتأكيد مع الحفاظ أو على الحفاظ على حقوق العمال ومستقبلهم. فليس مهمة الدولة مزاحمة القطاع الخاص، بل توفير كل السبل لتسهيل مهمته في الربح المشروع وتسهيل الاستثمار وانتظار عوائد الضرائب العادلة. تحدي ارتفاع الأسعار سيادة الرئيس يتطلب تدخلا استثنائيا ولو لفترة مؤقتة حتى تنضبط الأسواق. نتطلع لإعلان نتيجة تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة، تمهيدا لبدء تعميم التأمين الصحي الشامل في كل ربوع مصر. الوقت انتهى يا دكتور. دقيقة واحدة. نتطلع لتوفير الاستحقاق الدستوري لموازنة التعليم ولو بشكل تدريجي، وتفعيل مبادرات أهلية لسد هذا العجز في التمويل. كل أمل سيادة الرئيس أيضا في إنهاء ملف سجناء الرأي، وأن لا يأتي العيد إلا وكل سجين رأي بين أولادي. ختاما سيادة الرئيس والحضور الكريم، إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية لن تحل سوى بحيوية المجتمع، ولا سبيل للخروج سوى باستمرار العمل والتكاتف لكل القوى الوطنية، والعمل على وجود برلمان قوي يعبر تعبيرا حقيقيا عن التعددية السياسية والحزبية وعن كل آراء الشعب المصري وأوجاعه وآماله. برلمان يمارس الرقابة والتشريع دون وجل أو خوف، ولا يرضعه إلا صوت الجماهير وضميره. سياسة الرئيس، نحن في كتلة الحوار لا نسعى وراء ثورة أو تثوير، فنحن معارضة نسعى لرأب الصدع بدلا من تعميق وتوسيع الشرخ. نحن لدينا أوجاع سياسية من فترة مضت، ولكننا سنعمل لتحويلها لطاقة أمل لأيامنا القادمة. ختاما سيادة الرئيس، أطلقت سيادتكم شارة البدء للحوار الوطني، والذي استلهم نجاحه الكبير من فتح المجال العام وتجلت التعددية السياسية والحزبية بين جنباته، وارتفع سقف الحوار لترتفع معه رأس النظام السياسي عاليا، مستوعبة ومدركة لأهمية اللحظة التاريخية. وكأن الحوار جسرا يعبر بنا من مرحلة اضطرت فيها الدولة لاستخدام شرعية القوة لمواجهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة، إلى قوة الشرعية والتي تنبع من نظام سياسي حقيقي وفعال. هكذا أرى الحوار جسرا يعبر من شرعية القوة إلى قوة الشرعية. فشكرا للعبور الثاني سيادة الرئيس. سيادة الرئيس وكل الحضور الكريم، كل الأمنيات الطيبة لبلدنا الغالية مصر، وكل الشكر والتقدير لسيادتكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور باسل. شكرا جزيلا.